السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس 13 من دروس شرح الأوتوكاد لسنة 4 مهندس. الدرس هذا الدرس الأخير راح يكون راح نشرح فيه عن البلوك والإنسرت. أول شيء نتعرف شو إيش يعني بلوك. البلوك تعمل على تخزين الأشكال اللي إحنا رسمناها مسبقا. مثلا هذا شكل رسمناه، مثلا هذا الجسم رسمناه بدنا نحتفظ فيه في ذاكرة الجهاز عشان بدنا نستخدمه أكثر من مرة وما بدنا نرسمه كل مرة. شو بنعمل؟ بنكبس بي اللي هي بلوك انتر، رح تطلع لنا قائمة. بهاي القائمة بنسجل اسم، معلومات عامة عن هذا الشكل. مثلا بدنا نسجل اسمه، هاي اسمه مثلا واحد، وبنسجل معلومات أخرى عنا هون، الإحداثيات تبعته بنسيبها زي ما هي، والباقي كله نسيبه زي ما هي زي ما هو. بس في عنا هون بيك بوينت اللي هي بنمسك نقطة موجودة في هذا الجسم عشان تكون هي النقطة اللي راح نتعامل معها. لاحظوا معي النقطة اللي راح اختارها، راح اختار هاي النقطة، ظلوا متذكروها عشان لما نستخدم هسا الانسرت راح نشوف شو فائدة هاي النقطة. هاي بيك بوينت طلعناهم، بعدين اوكي. هسا هو تسيف عنا بالذاكرة. نختار insert او نكبس in اللي اختصار i فقط لحالها، اختصار insert enter. هون بطلعنا الاشكال المخزنة، احنا ما عندنا غير شكل واحد، شكل رقم واحد. وهنا بطلب منه السكيل، هسا بنشوف السكيل لقدام، بطلب منه rotation كمان راح نشوفها لقدام. نكبس اوكي. لاحظوا الجسم اللي أجا من وين مسك؟ المسك من النقطة اللي أنا اختريتها، يعني بنتعامل معه من هاي النقطة اللي إحنا اختريناها من نقطة المرجع لهذا الشكل. زي ما دائرة في إلها نقطة مرجع السنتر تبعها، فهذا الشكل اللي إحنا حطينا اخترينا هاي النقطة هي اللي راح تكون نقطة المرجع تبعه. طب شو فايدة السكيل؟ specify on screen معناتها رح نتحكم في السكيل على السكرين. احنا ما بدنا نتحكم فيه على السكرين، بدنا ندخله هيك عادي. لاحظوا هون عنا uniform scale بيوحد السكيل لكل ال x وال y وال z. مثلا هون حطينا 3 كلهم بصيروا 3، حطينا 4 كلهم بصيروا 4. ما وحدناهم بصير لحاله يتغير. طب نجرب نوحدهم، هاي 4 ونكبس اوكي. شو بصير في الجسم؟ ضاعف 4 أضعاف من كل الجهات بالإكس وبالواي والزد، لذلك وحافظ على شكله. لو كبسنا insert وعملناه مش uniform ودخلنا فقط الإكس مثلا 3 باي انتر، لاحظ الشكل تضاعف فقط على الإكس، ولكن على الواي ضل زي ما هو، وعلى الزد ظل زي ما هو. الزد مش مبين عنا عشان بال 3D. الواي فقط اطلع على الواي القديمة اللي هو الارتفاع تبعه زي القديم، ولكن الزد هي اللي تضاعف، الاكس هي اللي تضاعفت 3 مرات. وكذلك اذا ضاعفنا الواي، هي منهم 3، سيبنا الباقي زي ما هم اوكي، راح يصير اكبر على الواي فقط، ولكن يعني هيك راح يصير فيه زي التشوه على الشكل. فهي هي فائدة اليونيفورم. بظل عنا هنا روتيشن، زاوية الدوران مثلا 45 درجة كتبناهم اوكي. لاحظ الجسم اجانا مايل في زاوية 45 درجة.
ملاحظة على البلوك، حاولوا تعملوها قبل الدايمنشن، او انه لما تعملوها ما تضلوا الدايمنشن مع الجسم. كيف يعني؟ هي راديوس مثلا دائرة معينة حطينا لها الدايمنشن، اجانا بالغلط ضللنا الدايمنشن، كبسنا بلوك، هي بلوك انتر، صير من الجسم اسم 4 متر. اوكي هي انسرت، هي 4 جبناها. لاحظوا الجسم تسير مع الدايمنشن تبعونا، ولذلك راح نواجه مشاكل اذا بدنا نغير اللاير تبع الدايمنشن ونضيفه للاير ثاني، لانه الدايمنشن راح يكون في لاير لحاله، بس هنا الجسم كله راح يصير في نفس اللاير. فهي المشكلة اللي ممكن تواجهنا لما نيجي نعمل البلوك اثناء وجود الدايمنشن، فلذلك يفضل انه نضل الجسم لحاله ونعمل البلوك بدون دايمنشن. مثلا لما نعمل انسرت جسم 3 انتر، اجانا بدون دايمنشن، وهيك نضمن انه الدايمنشن منعزل عن الجسم. هذا بالنسبة للبلوك. طبعا بكون كاتبينكم انه اعمل بلوك للجسم واعمل له انسرت بزاوية معينة او بسكيل معين، تدخلوها زي ما هو مطلوب منكم. هذا بالنسبة للبلوك، وهو اخر موضوع عنا في الـ 2D، وباقي الرسمات راح تلاقوها مرسومة مع شرح، زي ما قلت لكم شرح على خطوط إرشادية فقط. أي سؤال أو أي استفسار تقدر تتواصلوا معي ليه طارق، تلاقوا الرابط موجود عندكم تحت الفيديو.